شوف هذه اليوم غنصوبوا اكبر فريد في العالم، حيت معروف على ان الفريد هو محبوب الجماهير والطريقه ديالو سهله بزاف واي واحد يقدر يديرها. فكنشدوا غير البطاطا كنسلقوها مزيان، من بعد كنشدوها وكندعكوها وكنزيدوا عليها النشا وواحد شويه ديال السكر، كنديروها في شي ميكا وكنحاولوا على اننا نسرحوها. من بعد كنديروها في الفريكو تقريبا واحد 30 دقيقه. من بعد فاش كنجبدوها كنقطعوها اطراف اللي هما كبار وتنقليوها في الزيت، وكتخرج بهذا الشكل اللي هو محمر وزويون ومقرمل كذلك. وايلي زعما تصدق نجربوها. بطبيعه الحال اول حاجه غنديروها هي غنديروا البطاطا تسلق تقريبا واحد 15 دقيقه بسم الله. فوالا من بعد ما تسلقات البطاطا غنجيبوا الطبسيل باش غادي نخدموها. اول حاجه غنديروا هي غندعكوها. باش عجبتني القضيه اللي درت ولا داكشي كامل الماتيريال قريب ليا بسم الله. ملي غندعكها مزيان بهاد الفرشيطه هادي من وراها غادي ندعكها بيديا واقيلا باش انها تولي على شكل حريره، يعني ما يبقى فيهاش داك الطروفه قاصحين. عرفتي وحق الله الا فيا واحد الجوع دابا ما نقولش لكم، الا جات ان شاء الله واعره باغي نخلي فيها حتى حبه. انا اصلا صراحه من العشاق ديال البطاطا المقليه، ولكن مع ديما بديت كنتريني بزاف الناس يقول لي خصك تنقص داكشي اللي مقلي بالزيت. غير هاد المره هادي والمره الجايه ان شاء الله ما ناكلش بزاف. و دابا غنحاول نكمل عليها بيديا نشوف كيفاش ولات. بان فيا على انها تخدمات مزيان، دونك دابا خصني نخليها حتى غتبرد عاد غندير لها النشا، لان النشا قال لك ما خصنيش نديرو ليها وهي سخونه. اي فوالا من بعد ما بردات البطاطا دابا غادي نزيدو عليها واحد شويه ديال النشا. النشا هي اللي كتعاون على انها تبقى شاده في راسها يعني متماسكه. غادي نزيد كذلك واحد شويه ديال الملحه، واخر حاجه غنزيدها هي واحد شويه ديال السنيده. قال لك على ان السنيده هذه هي اللي كتخليها على انها تكون محمره، ماشي بزاف غير واحد شويه. دابا غادي نخلط كلشي. خصني ملي نخلط نحس على ان داك العجين بحال تجمع ولا شاد في راسو مزيان. الا لقيتو مشات في راسو مزيان غادي نزيدو واحد شويه ديال النشا. غادي نحيدو دابا من هنا باش نخدمو هنا مزيان. فوالا عطاوني هاد الكره بهذا الشكل هذا. دابا هاد الكره غادي نخشيها وسط واحد الميكا وغندلكها باش ديك الساعه نخشيها في الفريكو بسم الله على بركه الله. عندي هاد الميكا هادي بحال هكا غادي نخشيها وسطها ونبدا كنبرك عليها حتى غتفرق كامله على ديك الميكا. وباش انا القضيه تسهل غنستعمل بهاد الدلاك هذا بسم الله. خصها تجي واحد الطبقه رقيقه شي شويه ما تجيش غليظه. فوالا جبتها بهاد الشكل هذا او غيبان لكم جات بحال شي داك الفرماج مربع ولكن كبير. دابا غادي ندخلها للفريكو وغنخليها تقريبا 30 دقيقه حتى تقصح واحد شويه وتشد فراسها مزيان، وديك الساعه نكملوا. A few moments later. دابا غنديروا الزيت اللي غنقليو فيه هذاك الشيء باش تسخن مزيان بسم الله. خرجت داك الخليط من الثلاجه ودابا غادي نحاول نقطعوا اصابع اللي تكون رقيقه وطويله. فوالا حسيت عليهم بهذا الشكل هذا جاو بحال شكل شي بيانو. دابا غادي نبدا كنقلي فيهم غادي نبدا نهز وحده بوحده ونحطهم في المقله. هذا هو الشكل ديالهم جاو بحال شكل شي حنيش. فوالا بعد ما ساليتهم غنخليهم حتى يتحمروا كاملين. فوالا هذا هو الشكل ديالهم هما كيتحمروا. بعد ما طابوا غادي نحيدهم من فوق العافيه باش نشوفوا كيفاش جاو بسم الله. فوالا هذا هو الشكل ديالهم كيفاش جاو في الاخر. عرفتي الصراحه جاو طوال بحالكم كما كتشوفوا ومقرملين. غادي ندوقوهم بسم الله. صراحه مقرملين بزاف. كنت بغيتكم تسمعوا الصوت ديالهم كيفاش جاو مقابلين، ولكن وقع لي واحد المشكل في الصوت في الاخر ديال الفيديو، اضطريت انني ندخل الصوت بوحدو، سمحوا لي على هذا الخطا هذا.